السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الرابع في الوحدة الرابعة. الدرس الرابع عندنا بيتكلم عن وحدات قياس الوزن. إيه هي وحدة قياس الوزن؟ الوحدة دي اللي بتعرفني وزن الحاجة دي قد إيه؟ طب ناخد مثال بسيط، لما بنروح مع ماما السوق نشتري حاجة، نطلب من البائع إنه يوزنها عشان نعرف وزنها قد إيه، أو عشان إحنا بنبقى طالبين وزن معين. مثلا لما أجي أقول عايزة 1 كيلو جرام من السكر، أنا قلت عايزة إيه؟ كيلو جرام من السكر. يبقى من وحدات قياس الوزن الكيلو جرام، يبقى الكيلو جرام من وحدات قياس الوزن، والنصف كيلو جرام ايضا من وحدات قياس الوزن، والربع كيلو جرام ايضا من وحدات قياس الوزن. طب ايه كاف جيم ميم؟ كاف جيم ميم دي اختصار لكلمه الكيلو جرام، الكاف اختصار للكيلو وجيم ميم اختصار لكلمه جرام. يبقى من وحدات قياس الوزن هي الكيلو جرام. نبص مع بعض في الميزان اللي عندنا. الميزان في الكفه الاولى عندنا 1 كيلو جرام، وفي الكفة الثانية عندنا نصف كيلو جرام ونصف كيلو جرام. يبقى الدرس الوزن معتمد على جزء كبير قوي من الكسور. عايز اعرف الواحد كيلو جرام يا ترى في كم نصف؟ ايوه، الواحد كيلو جرام في نصفين كيلو جرام. يبقى الواحد كيلو جرام بيساوي نصف كيلو جرام زائد نصف كيلو جرام. طب الواحد كيلو جرام ايضا بيساوي ايه؟ نصف كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام. احنا متفقين برضو من درس الكسور، الربع زائد ربع بيدينا نص. يبقى الواحد كيلو جرام بيساوي نصف كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام، والواحد جرام بيساوي ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام. يبقى الواحد كيلو جرام في 4 ارباع كيلو جرام. والنصف كيلو جرام يا ترى عندنا هيبقى ايه؟ يبقى النصف كيلو جرام بيساوي ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام. تاني ستنى، نصف كيلو جرام بيساوي ايه؟ ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام. مسألة لفظية بتقول لنا ايه؟ وقفت نورة على الميزان فكانت القراءة 22 كيلو جرام، ثم صعدت معها قطتها فأصبحت قراءة الميزان 25 كيلو جرام. هنا بيقول لي مين اللي وقفت؟ نورة. وقفت نورة على الميزان، كانت القراءة قد إيه؟ 22 كيلو جرام، يبقى وزن نورة 22 كيلو جرام. ثم صعدت معها قطتها، يبقى وزن نورة والقطة 25 كيلو جرام. وزن نورة والقطة 25. طب يقول لي ماذا تكون قراءة الميزان إذا وقفت القطة وحدها؟ أنا عايز وزن القطة وحدها. وزن القطة وحدها هيبقى يعمل إزاي؟ هيطرح ال 25 كيلو جرام الكبير، هيطرحه من 22 كيلو جرام الصغير، يبقى 25 كيلو جرام ناقص 22 كيلو جرام. نطرح الأحاد مع الأحاد، 5 في الأحاد ناقص 2 في الأحاد. 5 طلع سنة تانية على إيدك 5، واطرح معايا 5 شيل منها 2، ايوه هتبقى 3. طب 2 في العشرات هنطرحها من 2 في العشرات، 2 ناقص 2 بيبقى 0. طب 0 على الشمال ملوش اي قيمه، هيبقى وزن القطه 3 كيلو جرام. مساله ثانيه بيقول لي ايه؟ اكمل 1 كيلو جرام بيساوي، 1 كيلو جرام احنا متفقين اللي فيه ايه؟ نصفين، يبقى بيساوي نصف كيلو جرام زائد نصف كيلو جرام. احسنت. طب النصف كيلو جرام بيساوي ربع كيلو جرام زائد نقط كيلو جرام. ها احنا متفقين ان النصف كيلو جرام في كام ربع؟ في ربعين، ادي ربع زائد ربع. طب النصف كيلو جرام هنا خلي بالك، جيب لك المساله بالعكس، نصف كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام. احنا متفقين ربع وربع يبقوا بنص، يبقى نصف كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام يديني 1 كيلو جرام. احسنت يا ساتر. وحدة قياس الوزن هي ايه؟ ها وحدة قياس الوزن هي الكيلو جرام. برافو عليك. مسألة أخرى بيقول لي ايه؟ أكمل باستخدام أكبر من أو أصغر من أو يساوي 1 كيلو جرام ونصف كيلو جرام. المفروض إن أنا هحط العلامة. طب تعالى نفك كده الواحد كيلو جرام، احنا قلنا الواحد كيلو جرام يبقى ايه؟ نصف كيلو جرام ونصف كيلو جرام، يبقى هنا الكيلو جرام في نصفين، يبقى النصف كيلو جرام أكبر من الواحد كيلو جرام اكبر من النصف كيلو جرام. طب الربع كيلو جرام والنصف كيلو جرام، هنا النصف كيلو جرام في كام ربع؟ ربع كيلو جرام وربع كيلو جرام، يبقى الربع كيلو جرام اصغر من النصف كيلو جرام. طب نصف كيلو جرام، مساله تانية ايه؟ نصف كيلو جرام
وربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام. طب النصف كيلو جرام عندنا بيساوي ايه؟ بيساوي ربع كيلو جرام وربع كيلو جرام. بص كده الناحية دي هي هي ربع وربع، نفس الناحية التانية هي ربع وربع، احنا متفقين نصف ربعين ربع وربع، يبقى نصف كيلو جرام يساوي ربع كيلو جرام زائد ربع كيلو جرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.